واحنا نعمل ايه؟ صار ايه؟ الشكل بتلبوم اللي مش ايه؟ لا ما في مش ضرب يسك ما عرفت اللي هي بتلبوم بس اللي بس اللي انا شو عم لك بومة انت بومة ماشي بالخير على وشك اللي من هون اللي من هون اللي انت طالع وليه؟ طالع طالع بسرعة هاتي الشلة روح شوف شو صاير هاتي يلا نلاقي روحتي طالع وليه؟ نلاقي من هون ان شاء الله وين بدي روح يا ابن عمي هون يلا روحي اياكي شوفك هون وليه؟ نلاقي مثل البوم كان لازم يصير من زمان يا عمو المخلوقة بتزعل حامل وبشهرها اخرسي وسدي حلقك اللي بده يحط راسه من راسي هاي اخرته ايوة يقطع عمره نزعت لي زاجي كله بدي اشرب قهوتي برواء نقلع من وشي ساعديني يا اختي ساعديني يا الله يا الله يا الله انا معك شوي شوي انا معك قدراني مشان الله يلا يلا اختي يلا يلا لا تخافي انا معك يا الله يلا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير 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 يا عم تحسين شبك والله ما بعرف شو بدي اقول لك شفت منام بشع كثير خير اللهم اجعله خير عادي عادي ارتاح خير شو شفتي؟ شفت وهيبة واقفة على راس الجبل وفي ثلاثة وراها بدهم يدفشوها على الوادي دفشوها؟ ايه وقت على شجر الصبار فيها شوك كتير صلي على النبي يا أم تحسين انتي مشغول بالك على البنت لأنه قربت ولادتها إن شاء الله تقوم بالسلامة يا رب آمين يا رب العالمين آمين صلي على النبي قومي عندي لي فنجان قهوة خليني صحصح على عيني ابن عمي السلام عليكم فكرتك ما رح تجي طالما حطت لي هاي المخطوبة براسك لأنه وطيت سمعتنا بالحارة قلعتها يا مو وحياتك قلعتها قلعتها؟ قلعتها ولا أنا جاي بدك مصاري؟ لا يا مو قلعتها وجاي استسمح منك وبوس إيديك ما خلينا ياكي يا رب الله يرضى عليك طالما هيك بيت أبوك الكبير كله مفتوح لك هات عنك بنتي الله يرضى عليك حطينا صفرة نفطر أخوكي حاضر يا عمو خلينا ياكي يا عمي امشي قدامي امشي المتهم سامح سيدي انت اللي كنت مع البنت المريضة اللي غابت عن وعيها مزبوط سيدي انا اخذتها على خستخانة انا بس ما بعرف شو صار فيها حرام والله بتزعل شو صار فيها سيدي والله هذا السؤال انت بدك تجاوب عليه ايه وبعدين كفي لي هات لشوف سيدي انا كنت اخذ الغله لمعلمي حمدي رايح على الطريق هيك ماشي ضليتني ماشي عم بمشي انا
واس بسمعها عم تصرخ اولي ساعدوني. رحت ساعدتها واخذت على خستخانه. ما بعرف شو صار معها يا حرام، والله بتقسي. شو صار معها سيدي؟ حلو، على كل حال انا ما رح صدق ولا حرف من اللي قلته لبين ما تصحى المريضه، ولهداك الوقت رح تضل عنا. انا ولا هو؟ ايش حطك؟ امشي قدامي، امشي، كلاس ما بيخبر على الطحان، امشي. ناقصني جبان انا. خير يا عمو؟ مين كان على الباب؟ عنصر من الكركون عم يسأل على اخي حمدي. خير، شو بدهم منه؟ والله ما بعرف. الله يستر، الله يستر. اخ اخ من اخوك حمدي، اخ كل المصايب والبلاوي بتجي من ورا. لا وبالذات هلا. طمني بالك يا مو، اكيد بدهم يسالوا عن شيء. شو هالشيء؟ الله يستر، الله يستر. امين. معلم، في عنصر من الكراكور بده اياك. شو بده هذا؟ فوتوا لشو؟ غير ان شاء الله. حضرتك سيد حمدي؟ اي نعم، انا حمدي. خير؟ شرف معنا. لو بدي شرف معك؟ على الكراكون. ايوه. طيب، اسعد، دير بالك بغيابي. شرف. الله معك معلم. فوتي يا مو، فوتي. الحمد لله على سلامتك، فوتي يا مو. تقبريني ان شاء الله. ابو تحسين، يا ابو تحسين، ابو تحسين. هاي اجت وهيبه، قامت بالسلامه وجابت لنا ولد بياخذ العقل. شو ما في؟ الحمد لله على السلامه يا بي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. امشي يا مو، امشي لاخذك لاوضتك ترتاحي. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. يا عمو، حاسه ابي مانو على بعضه. ما تاكلي هم، اكيد بيكون صاير معه شي بالشغل مضايقه. بس انا حاسسته مو مبسوط لا بابني ولا فيني. امي انتي لا تدخلي، ديري بالك على حالك وابنك، هذا احسن الشي. يلا امي، يلا فوتي على اوضتك. يلا. حرام عليك، الحمد لله يلي قامت بالسلامة. يا ريت كانت قايمة قيامتها لأخلص منها وارتاح. أكيد في شي لحتى انقلبت على هالبنت هالقلبة كلها. في قصة ولازم أعرفها. سألتيها للخانة بنتك ليش جوزها مو معها ووينه؟ والله ما سألتها، كنت مشغولة فيها. لأنه جوزها طلقها يا ست أم تحسين. شو؟ الحكي ما له صحيح منوب، وانا ما لي علاقه بهالتهم اللي عم توجهوها علي حضره الوزباشي. هذا الشيء نحن اللي بنقرره، ان كان لك علاقه ولا ما لك علاقه. شكري. نعم. شحطهم. لو بدي اشحطني. هذا سيدي. هلا بتعرف. لو بدي اشحطني. امشي معي. لوين؟ اعوذ بالله يا ابو تحسين، بنتنا ما بتعمل هيك منوب. والرجال ما بيعطي على مرته الا اذا شايف عليها شيء وبعينه كمان. ابو تحسين، وممكن تقليلي يا خانم ليش جوزها طلقها؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه انه بنتي مربايه احسن تربايه. خير؟ شوفي، بدنا نحكي مع المستورة بنتك. بنتي؟ خير ان شاء الله. هلا بتعرف شو القصة. نعم يا ابي. يا بنتي الدركي بده يسألك كم سؤال. مثل ما بدك يا ابي. اي نعم سيدي، مثل ما قلت لك. ليكو اجا.
روح جيب حمدي من برا. حاضر سيدي. يا عمي ابو حسين، نحن اجينا وجبنا حمدي معنا. امشي. تفضل. هاي حمدي سيدي. يا اختي، نحن اجينا وجبنا جوزك حمدي. انا مالي جوزة ولا مطلوب، ما بعرف شي عنا منو. سكوت. والولد يلي ولدته؟ ما في شي بيني وبينك، لا ولد ولا تلات. ايوه. الله لا يسامحك يا حمدي، الله لا يسامحك. ايه روشو بنتك من وين جايب الولد؟ خلاص ولا لا؟ ما لازم خلاص، بدك تخلص. لا 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 يا سيدي، أنا بدي أشتكي على هذا الزلمة، ضل يضربني يضربني لخلاني أولد قبل أواني. كذابة وليه؟ أنا كذابة؟ إذا أنا كذابة روحوا اسألوا الشاب اللي ساعدني وأخذني على الخستخانة وشوفوا شلون كانت حالتي يا سيدي. أنا مالي علاقة بحالتك ولا دخلني فيك أساسا. الله يصطفل فيك يا حمدي، الله يصطفل فيك يا رب. على كل حال، نحن رح نسأل الشاب شو صار معه. سيدي سيدي هي كذابة وأبوها كذاب مثل كذاب. بس انت وياه. شكري خدو. حاضر، امشي معي امشي معي. على اذنك ابو حسين. شو عملتي بحالك يا واطيه؟ والله ما عملت شي يا ابي، ما عملت شي. احكي. ان شاء الله تطول بالك يا ابو تحسين. انا ما غلطت بشي، ما عملت شي يا ابي، والله مظلومه مظلومه. وطيتي راسي بين الخلايا لك، قتلتي حالك لحتى سكتنا عن زواجك بالسر، بتقومي بتوطي راسي بين الخلايا؟ بس يا ابي انا ما غلطت بشي، ما غلطت والله ما غلطت. انا رح اعرف الحقيقه ويا وينه لويلك اذا بيطلع كلامه لهالكلب الواطي مزبوط. لا هو واحد كذاب. انا لهم خليتي. امشي معي امشي امشي. تفضل يا سيدي. انت؟ نحن بعتنا وراك لحتى نسألك كام سؤال. تفضل سأل سيدي سأل. جاهز. شلون كانت حالة الحرمة اللي شفتها مبارح واخذتها على الخستخانة؟ يا حرام يا سيدي، كانت عم تصرخ وتبكي وتقول لي انا بزوب الزور يعني اخذتها هيك هلكت. هي ساعدتني لحتى اخذتها على الخستخانة. حلو. ومن بيت مين كان طالع؟ ما بعرف، بس هي شفتها طالعة نسقاء بيت معلمي حمدي. بيت معلمك حمدي؟ ايه. شنو انا كنت اخذ الغلة لمعلمي حمدي، شفتها واقعة على الارض وعم تصرخ، قمت اخذتها والباقي بتعرفه. ومين ساكن بهداك الصقر؟ معلمي حمدي وبيت اهله. حلو. هيك بيكون التهمة تثبتت عليك، وكلام المستورة طلع كله صحيح. ومو بس هيك، طلعت حرمتك وابنك يا حمدي. حرمتك؟ خذوه. امشي معي، امشي. امشي قدامي. انت سامح، روح يلا. روح؟ روح. ايه شو؟ يا السلام عليكم. العامة، شو هالحارة هاي؟ لا، أنا الفار بلش يلعب بعبي، وينو أخوك لهلا؟ ايه روقي يا مو روقي، هلا بيجي بيطمنا عليه. شحوا اجا. لك شحوا اجا، ما اخوكي معه مفاتيح، قومي شوفي مين، حطي على راسك ويلا تحركي. حوبي. يا مو يا مو. لك شبك من على الباب؟ سامح شغيل اخي حمدي. شو بده؟ عم يقول انه اخي بالكركون. لك ليش؟ ما بعرف. يخرب بيتك، هذا حمدي كل المصاري بتجي من وراه يحرق. والله رح موت يا مو، رح موت من اللي صار. بعيد الشر عنك يا مو، بس بدي افهم حمدي ليش هيك عمل رغم انه هو ترك اهله كرمالك. ما قدر يتحمل قلة المصاري يا مو، ما قدر. واهله بعد ما تجوزني حرموه من كل شيء.
ولما مات أبوه ومحاربه حملني كل الذنب لإلي وكرهني كره العمى ياما. هلأ يكرهك هو حر، بس مو لدرجة ينكر ابنه من لحمه ودمه. المصاري بتعمل قلب ياما، بتعمل قلب، وحمدي جمع اتنين، عمل قلب وقلة الأصل. أبو تحسين، أنت قسيت على وهيبة كتير. بتستاهل وبتستاهل أكتر من هيك كمان هالواطية. بنتنا ما لها واطية، بنتنا شريفة ومظلومة من حمدي ومننا نحنا كمان. لك يا بنت الحلال، نحنا شو قلنا علاقة؟ شلون شو قلنا علاقة؟ نحنا وافقنا على جوازتها بالسر بدون رضا أهله. لك كنا مفتكرين إنهم يتصالحوا ويعلنوا زواجهم. وما صار يلي بدنا إياه. بعدين لا صدق حمدي بكل شي بيحكيه، لأنه المخبى أعظم. إن شاء الله إن شاء الله يكون كلامك مزبوط، تطلع بنتنا شريفة ومظلومة. أكيد يا رجال، أكيد بنتنا شريفة ومظلومة. أبو تحسين، أنت بتعرف إنه بنتنا ما بتعمل الغلط. بدك يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، أنا أم حمدي اتبهدل هيك بالحارة وابني يسوى بالكراكون، لك تفوح عليهم. ترى شوفي يا مو أخي، ما رح يطلع من الحبس إذا ما تنازلت الخانم عن الشكوى تبعها. بالسرماية بدها تتنازل غصبا عنا. وشلون هي يا ترى؟ شلون؟ خليها على أمك، أنا بعرف هدول الناس شلون بتسكت تمهم بالمصاري، المصاري بتسد لهم تمهم سد. يا مو هي همها أنه أخي يعترف لها بالولد و... فشرت بعينها، يعترف لها بالولد قال. وشو رح تعملي يا مو؟ رح أعطيها مقدمة ومؤخرة وقل له يقلعها نخلص منها بقى. بس يا مو لا تنسي هذا الولد ابننا ومن لحمنا ودمنا. دخيلك ما بناسبنا لا هالولد ولا هي، تنقلع هي وياه. يا مو خلصنا، خلصي ولي. هلأ بتروح تسقطي حقك عن ابني. طلعي انت وبنتك لبرا وخدي مصرياتك. يو صاير لك كرامة يا بعدين. نحن طول عمرنا عنا كرامة يا خانم، والعيب اللي ما بيخاف من ربه ولا بيعرف شو هو الأصول. أنا ما بدي منك مصاري، بدي ابنك يلا زواجه علي ويعترف بابنه كمان، فهمتي؟ نحن رح نحكي مع حمدي وإن شاء الله بصير خير. الله معكم. إيه الله معكم. عجبك؟ الخانم جاية. سمعت كل شيء. لك انتو كمان عواض ما تلملموا هالقصة بتزيدوا الفضيحة أكتر وأكتر. بس بنتك معها حق يا رجال. اسمعي بتفهميها لبنتك، معها يومين وبس، لا ما بيحلوها لهالقصة من عندهم، لا ما بدها تروح تسحب الشكوى. لك وطت لي راسي بهالخلايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما كان معك حق أبدا تسكتيني قدام الناس، فهمتي؟ شوفي يا مو بالخناق ما رح نستفاد شي، كل شي بالرواق بصير، خلينا على التفاهم. تفاهم؟ لك هاي وحدة مبادلة خرج نتفاهم معها هاي؟ ومضطرين نتحملها بس لبين ما يطلع أخي من الحبس، وبدنا نتعود عليها كمان حتى لو طلع أخي من الحبس، لأنه ابنها ابن أخي وحفيدك. يا مو خلينا نروح نتفاهم معها. خرسي ولي، خرسي ونلعي من الشي، خليني مخمخة أول، نلعي بقى. يا رب. والله بموت، بموت إذا بتضل بوشي كل هالعمر. بس كمان ما فيني أترك ابني محبوس كمان. لازم لاقي حل، لازم لاقي حل، لازم. ونحن رح نعترف بكل شروطك. وابنك بده يعترف بابنه قدام كل الناس. رح يعترف. شو الضمان؟ الضمان كلمتنا يا محترمة. كلمتكم. وابنك بده يتكفل بكل مصاريف ابنه. تكرم عينك وعين ابنك، شو ما بدك حاضرين، المهم حلولنا هالمشكلة بيناتنا وبلا فضايح. أنا رح أسقط حقي،
ورح اعتبر كلمتكم هي الضمان هاي المره. اكيد حبيبتي اكيد. عم تتشرط علينا بنت الكلب. قال شو انه ما حسبي حالها بنت الباشا؟ لك بدها تتشرط وتتشرط. بس هيك ما رح يطلع حمدي من الحبس يا مو. ولك انا اصلا مين كاسر لي ظهري وايدي ورجلي غير حمدي اخوكي؟ بس وحياتك لا ضل وراها ضل وراها لا خليه يقلعك يا مو. يا يا مو ولك اخرسي وشي من وشي ولك انقلعي خلصيني بقى يا مو يا يا مو هلكتيني. نفرجك يا بنت الكلب. حرمتك تنازلت على الشكوى بعد اتفاق بينه وبين أهلك. فيك تروح. الحمد لله اللي الله نصرك وهي حمدي رح يعترف بابنه. الحمد لله، مع أني أنا كنت حابة أنه يعترف فيه بدون ما أضغط عليه. ما بهم، المهم انت تديري بالك على حالك وعلى ابنك. ان شاء الله يا مو ان شاء الله. ان شاء الله. ما راح تنحل القصه الا لما تتخلى عن الولد وبدون رجعه. انت جبرتيني ما اعترف فيه يا مو. انت جبرتيني ولا نسيتي؟ نسيتي وتهددتيني انه اذا ما بتركها وتخلى عن الولد راح تتبري مني وتحرميني من ورثه ابي. لا ما نسيت. خلص انت اطلع من القصه انا بحلها. شلون يا مو؟ شلون بدك تحليها؟ راح اعمل لك كل شيء بدي اياه. منيح هيك يا مو. يا مو وينك؟ ليكني يا مو. هدول الغراض بعتهم حمدي وهي العشبه بعت لك اياها مشان الولد، قال بتفيده وبتقويه. لك رح اسقيها دغري. ايه اكيد يا مو اكيد. يلا حبيبتي. بكره رح انزل على السوق وجيب لكم غرض بدي اشوفه واحمله يا مو. شوفه وتحمله؟ ايه يا مو ايه. وبدي اسميه على اسم ابي كمان وما رح خليه ينقصه شيء، حخليه احسن عيشه يعيشها. اسمع حمدي، تشوفه وتحمله تسميه ماشي الحال، بس بدون امه، فهمت؟ أنا باخده. هاتي هاتي. بسم الله بسم الله. طمنا الله يوفقك يا ماما. إن شاء الله هدي يا على قامتي إن شاء الله. يا أبي يا أبي شو صار معك؟ شو صار؟ طمنا. طلع الولد متسمم. طيب يا ابو يا ابي داوود تبعتيني اياه. قولي على امي قولي على امي. يا ابي شو بدي اسمع لك عم تعطيني اياه؟ مشان الله الله يرحمه يا بنت الله يرحمه. ابني ابني مات ابني مات ابني مات ابني مات.
ليش هيك عملتي يا أمي؟ ليش؟ لك شو عملت؟ هلا شفت عمي أبو تحسين راجع من الخستخانة عم يقول له ابني متسمم ومات مات. انتي سممتيه وقتلتيه يا أمي انتي. لك شو عم تخبص حمدي؟ شو عم تخبص؟ بلا شفتك بعيني، شفتك وقت فتحتي قلبي للدواء وتحركيها. ما تخيلت انه ما عندك قلب. لك هذا ابني يا امي، لك حفيدك، هات حفيدك. خلاص حمدي خلاص خلاص خلاص. لك هذا ابني قتلته، لك انا اللي قتلت ابني، لك انا اللي قتلت ابني انا.